عبد الله دي طلعت عندها تلا من حقي، تعرف عندها تلا من حقي دي طلعت عندها. يا كيف تطلع التلفون من البيت؟ أنا أدي لك بس ما تتصل. أنا بدي لك تمام في البيت. بس هذا تلفونه. والله ما أدي لك تلفون حقي. اي والله ما دام قد تاسفت لي واعتذرت لي قد قال مثلا الكلمه الطيبه كسرت العود لابس، وهذا تلفونك ودي التلفون حقي للبيت ان شاء الله. الله عليكم ما شاء الله عليكم، فعلا الكلمه الطيبه تكسر العود اليابس. وانا قد شفت حقكم المجبر والحكايه، يعني كنتوا عدو تضاربوا وتصير على اساس ايش؟ لانه الكلمه الطيبه هي تكسر العود اليابس. هذا مثل شعبي من الامثله الشعبيه. وهذا الحين لما قمت اعتذرت انا وديت الكلمه الطيبه، شوف كيف ارتاح نفسيا ورد تلفونك وما مش حاجه، وبكره ان شاء الله ترد تلفونه ان شاء الله وما مش حاجه. لكن بعض الناس ياخذها الاثم، تاخذ العزه بالاثم. بارك الله فيكم، واتمنى من الناس كلهم ان يوقعوا ساعكم ومن امثالكم. الكلمه الطيبه كسرت العودي اليابس. هيا بنزعها.